طب خليني أقول لحضرتك، أنا يعني عايزة أعرف منك ليه المسرح بقى بيتراجع عندنا وقرب على الاختفاء كمان، وكل الممثلين دلوقتي والفنانين بيروحوا الموسم الرياض، إيه السبب؟ لا، هو المسرح في فترة كده عندنا بقى فيه وقف أو في العناية المركزة، بس هو السبب يعني يمكن انا تحاورت مع كذا حد في الانتاج، يعني صعب ان انت تنتجي مسرح دلوقتي، صعب، لان انت النهارده عشان تاخدي مسرح وتنوريه، وبعدين عشان المسرح ده لما يتنور هيبقى فيه ميه، هتدفعي ميه وهتدفعي كهرباء عشان تفتحي بس الباب، وبعد ما تفتحي الميه وتفتحي الكهرباء هتبتدي تعملي بروفات، فهتجيبي الممثلين، هتجيبي عماله، هتجيبي اداره مسرح وعمال، وهتجيبي مهندسين ديكور، وهتجيبوا ممثلين، وعشان تفتح الستارة بالممثلين دول، كل ممثل تمنه كام؟ يعني ده بياخد 5000 في اليوم، ده بياخد 3، ده بياخد 2، ده بياخد 10. الستارة دي عشان تتفتح هتكلف في اليوم مثلا 30000 جنيه في اليوم عشان تتفتح، عشان نتفرج على مسرحية مدتها ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. فتحنا الستارة وعملنا ده، هنيجي بقى نخش على الضرايب، هنخش على ضريبة ملاهي، وهنخش على ضريبة عادية، وبعدين نخش على الضريبة المضافة، وهنخش على كمية ضرائب تصل إلى 55%. يعني المنتج اللي هينتج مسرح هيدفع من جيبه ومش هيستفاد، فما بقاش في حد بينتج، فما فيش حد، الناس خايفة تنتج. إنما مسرح الدولة، لما نتكلم عن مسرح الدولة في انتعاشة، يعني مسرح الدولة، لا، مسرح الدولة موجود وبقوة. مسرح الدولة في شباب، في أستاذ إسلام إمام، في تامر كرم، في محمد الصغير، في يعني أنا مش عايز أنسى حد، 7-8 مخرجين يعني بيعملوا عروض هايلة هايلة هايلة. في الأستاذ سامح حسين كان عامل مسرحية على مسرح السلام، وكان عاملها قبل كده على مسرح الكوميدي، مسرحية الكوميدي رهيبة جامدة جدا، قعد حوالي 3-4 سنين. في الشباب دول بيقدموا روايات، في شباب مصر عمل محتوى كوميدي جديد. يعني أنا ماليش دعوة اللي يهاجم أو اللي ما يهاجمش، أنا ليا محتوى قعد 10 سنين بيبسطني. أيوة. محتوى عالي جدا، ما هو كل ده مسرح. أيوة طبعا. موسم الرياض، يعني موسم الرياض يمكن بس عشان تبقى الناس فاهمة، موسم الرياض بيعتمد على نجم مع نجوم. يعني نجم ومع نجوم، وفي تكلفة في البوليفار، وسيادة المستشار تركي آل الشيخ بيدفع فلوس كتير للناس، يعني بيدفع فلوس كتير، لان انت النهارده بتسافري من هنا على هناك على السعوديه، في طياره، في اقامه في اوتيل، في عربيات بتنقلك وتجيبك، في فطار وغدا وعشاء فول بورد، كل دي تكلفه كبيره جدا. ده غير الاجور. فالمسرح بتكلف جامد، وبعدين في ديكورات. يعني لما رحنا، انا رحت موسم الرياض، الديكور اللي بيتعمل ديكور مبهر. يعني حتى احنا، يعني انا في مسرحيات اتعملت على شاشات، وفي مسرحيات اتعملت على ديكور وشاشات. مش عايز اقول لحضرتك ان الديكور اللي كان معمول مكلف يعدي رقم كبير جدا. الشاشات اللي موجوده، يعني انا قاعد في مسرح، يعني قاعد في مسرح كأني قاعد في برودواي. لما بقى في مسرح في شاشه بعرض المسرح كله، وبعدين شاشه يمين، وبعدين شاشه شمال، وبعدين في ثانية بنبقى في قصر، في ثانية بنبقى في بحر، في ثانية بنبقى في جبل، في ثانية بنتقل. وبعدين كمان تقنية الـ 3D اللي هو البعد الثلاثي كمان دلوقتي دخل على الشاشات كمان، ان انت ممكن تصوري 3D، فتعملي حاجات. يعني انا الحاجات دي ما بتشافش الا في مسرح امريكا في برودواي، وبممثلين كبار جدا. احنا عندنا مثلا منتجين في السينما بينتجوا افلام وبينتجوا مسلسلات بارقام اكيد حضرتك عارف ان هي طبعا مهوله، تمام كده. فهل المنتجين دول او المبالغ دي اقل بكتير من تكلفه المسرح، ان احنا نحيي المسرح من اول وجديد؟ والله هو يا ريت، بس احنا برضو عندنا مشكله تانية بعيد عن ده خالص بقى. ما اعرفش انت بقى هتصدقيني ولا مش هتصدقيني. اتفضل. احنا عندنا فنون بتزيح فنون. يعني ده بحكم الطبيعه وبحكم الحياه، زي ما انت قلت من شويه ايه ان الدنيا اتغيرت. تمام. انا زمان 1870، زمان قوي. أيوة. كان يبقى في خيال الظل، كان يبقى في الاراجوز، في الاوراداتي، في الحكواتي، في الارتجال. فتمشي الدنيا تمشي، فيبتدي يخترعوا الراديو، فالناس تقعد عند الراديو ويسمعوا المسلسل اللي بيجي في رمضان، شنبوا في المصياده. تلاقي العيله كلها قاعده تسمع شنبوا في المصياده،
وبعدين يجي التلفزيون. التلفزيون انا حضرت بداياته برضو، كنت عيل صغير كده. الشارع بتاعنا كله في شبرا البلد كان هو تلفزيون واحد عند عم احمد الحاج احمد. ايوه. وكان لما يجي ماتش كوره او يجي حاجه مهمه كان يروح حاطط التلفزيون في الشارع ويروح حاطط لنا حصير كده ونقعد كلنا كل الشارع ينزل يتفرج. أيوة. ده بجد مش هزار. ايوه ده حقيقي. وكان تيجي لنا سينما بتيجي من الشؤون المعنويه في الشارع. كانوا يحطوا شاشه كده في الشارع ويقدموا لنا افلام وطنيه ونعيط وحاجات جميله جدا. أيوة. زمن جميل. بعد كده السينما وبعد كده التلفزيون. دخلنا على بقى حاجه تانية دلوقتي، النت والشات والمنصات. اصبح الشباب النهارده اللي هو ممكن يجي لك في المسرح، هو مش عايز يجي، هيجي المسرح ليه؟ وهيجي السينما ليه؟ ما انا معايا الايباد بتاعي او معايا تليفوني بعمل كده بشوف احدث حاجه.